غادة حالياً تعمل مع تشاثم هاوس، مركز بحوث عالمي على الشؤون السياسية وعلى أهم القضايا العالمية. وغادة حالياً تعمل في لجنة الشباب والشابات لدعم صوتهم على هذه القضايا. وأيضاً غادة تدرس في جامعة سنترال سينت مارتنز اللي ترجع إلى University of Arts لندن. خبرتي أفادتني في دراستي ودراستي أفادتني في خبرتي، ولا أزال يعني أشتغل في البحث الأكاديمي وفي التدريس وفي الشغل كمستشارة ثقافية. التحديات اللي مريت فيها أحياناً كانت تحديات كنت فيها لحالي، يعني بدون أحد يساعدني أحياناً، بدون واسطة، بدون حظ، مجرد اجتهاد وتعب، والحمد لله نجحت.